بلادي أنا بلاد ناس أنت كرم الضيف وحتى الطير يجيها جيعان من أطراف تكيها شبع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة أم محمد. إذا كنتم من المتابعين الجدد أرجو الضغط على زر الاشتراك الأحمر والضغط على زر الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك، ولكم منا جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حبيت أشارككم طريقة عجن الحنة السوداء للرسم على طلب بعض الأخوات. حنستخدم فيها إن شاء الله البيجن، مش الحجر يعني السبقة، اللي هو ده اسمه بيجن، بتلقيه في مكان صبغة الشعر. بتختاري بلاك، هو صناعة فلبينية تقريبا. المهم هو ده الشكل حقه من الداخل، بتلقيه بالشكل ده. الصراحة اللي بيجيو لنا من السودان مختلف، لكن هنا متوفر في قطر يعني عموما متوفر لنا النوع ده، فبجد جربته وجميل شديد يعني. يعني بإذن الله تعالى ما بسوي أي حساسية، إلا إذا أنت أصلا جسمك متحسس أو فيه حساسية، لكن إذا بتستخدم عادي ما في مشكلة. بنحتاج المكونات لقليل من السراتية إذا متوفرة، والسراتية صراحة بتعمل فرق. هنا خلاص وضعت البودرة من داخل العلبة، صراحة أنا وضعتها كلها لأنه البنات حيتحننوا ربنا يحفظهم. فبتضعي مويه دافية، طبعا بنحتاج لمويه دافية، لا هي حارة ولا هي باردة، يعني مويه فاترة، خلينا نقول فاترة أو دافية بسيط، اللي هو بتضيفي هنا لحد ما تتكون عندك عجينة تقدري تضعيها في القمع خلاص. والعجينة كل ما ليها بتتغير، يتغير لونها، يعني ما تستخدميها هي لونها أخضر، لازم تحرك وتحرك لحد ما يتغير اللون تماما للأسود. هتشوف إن شاء الله في خلال الفيديو. هنا أضفت قليل من السراتية، سراتية ميسو صراحة جميلة شديد، إذا ما عندك استخدمي محلبية خلاص. هنا أضفنا قليل من السراتية، أنا حسيت إنه صراحة السراتية بتجيب فرق، ما زي لما أعمل البيجن براهو، بحيث إنه يعني ثبت اللون خلاص. هنا حركنا الخليط لحد ما يعني صار سهل إضافته في القمع. وطريقة عمل القمع قبل كده عملناها في القناة، هتقول لكم إن شاء الله الرابط في الوصف. أضفت ثاني قليل من الموية، وطبعا دائما بقول لكم القمع حق الرسم يكون دقيق، يعني ما يكون الفتحه حقته كبيره حتى انه تقدري يكون الرسم دقيق وجميل. كده خلاص العجينه يعني صارت جاهزه، زي ما شايفين صار لونها اسود، وكله زي ما قلت لكم كل ما تحركيها اكثر كل ما تصير لونها اسود، فينتبهوا الحته دي ما تستخدميها ابدا الا بعد ما يصير لونها بالشكل الظاهر عندكم في الشاشه. هنا خلاص جهزنا القمع، زي ما قلت لكم تجهزوه من اي ورقه كراس او بلاستيك، المهم حسب المتوفر عندكم. وبعد كده نضع الحنه داخل القمع، وبس ده كان الفيديو اليوم. كده خلاص القمع صار جاهز، ده كان الفيديو اليوم. اتمنى ان شاء الله يعني